هذه إذاعة إرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 12 يونيو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج نافذة ثقافية يفتح الزميل أحمد شريف نافذة اليوم على التاريخ، ويتناول سيرة مفتي إريتريا الأول الشيخ الراحل إبراهيم المختار أحمد عمر. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. وزير الإعلام في إريتريا يؤكد بأن التزام الصيادين يؤدي إلى تناقص دخلهم من الصيد. السودان يرحب بتسليم علي كشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. قاموس ميريام ويبستر الأمريكي الشهير يعيد تعريف كلمة العنصرية. كانت المستمعين والمستمعات الأفاضل، تلكم عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة أرينا. في تغريدة له في تويتر، قال وزير الإعلام يماني جبر مسقل بأن الصيادين في إقليم جنوب البحر الأحمر يلتزمون بسياسة التباعد الاجتماعي التي فرضها الوباء في تعاملهم التجاري، رغم أن الالتزام بهذه التعليمات يؤدي إلى نقص كمية السمك التي يتم اصطيادها، إضافة إلى تدني الدخل نتيجة لذلك. وتأتي تصريحات الوزير الإريتري في ظل اتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان بأن الإقليم يشهد حملة ممنهجة في التجويع، وذلك بإلزام السكان باتباع سياسات الحكومة في مكافحة الوباء دون تقديم أي بدائل، مما ينذر بشبح مجاعة وشيك في الإقليم، خاصة بعد قيام القوات البحرية بمصادرة زوارق صيد مملوكة لصيادين محليين تحت حجة عدم الالتزام بالتعليمات الصحية ومنع وصول السلع من دول الجوار بسبب مكافحة التهريب، مما وضع سكان الإقليم في ضائقة معيشية تحاول الحكومة في أسمر التستر عليها. رحب الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام فيصل محمد صالح بقيام علي محمد عبد الرحمن المعروف باسم علي كشيب أحد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بتسليم نفسه للمحكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى. وكان علي كشيب السوداني الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من 2003 إلى 2008 قد سلم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث ظل هاربا لمدة 13 عاما متواصلة، وقامت المحكمة بنقله إلى لاهاي لبدء إجراءات محاكمته. وقال وزير الإعلام السوداني بأن الحكومة السودانية ترحب بهذه الخطوة وتستغلها لتأكيد رغبتها في بحث تسليم مشتبهين آخرين مطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية في إطار تحقيق العدالة لضحايا حرب إقليم دارفور وتحقيق السلام. وسلم علي كشيب الذي عاش هاربا أكثر من 13 عاما نفسه يوم الثلاثاء الماضي في جمهورية أفريقيا الوسطى، ونقل بعدها إلى مركز اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية، والتي أصدرت أمرا باعتقاله في عام 2007 وتتهمه بارتكاب 28 جريمة حرب إضافة إلى 22 جريمة ضد الإنسانية. الجدير بالذكر بأن قائمة المحكمة من المطلوبين السودانيين تضم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين وحاكم إقليم دارفور الأسبق أحمد هارون وآخرين. ذكرت البي بي سي في خبر لها بأن قاموس ميريام ويبستر الأمريكي الشهير والذي يعد من أكثر القواميس استخداماً قدم تحديث لتعريفه القديم لكلمة عنصرية بعد أن تلقى رسالة دعت إلى أن يتضمن التعريف الإشارة إلى الظلم المنظم. وردت محررة على الطلب الذي قدمته خريجة جامعية عبر البريد الإلكتروني بالموافقة على تحديث تعريف المعجم للكلمة. ويأتي القرار مع استمرار احتجاجات واسعة مناهضة للعنصرية بعد مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية. وقالت محررة القاموس ميس ميتشم أنها
علمت بأن البعض يستشهد بالقاموس للتأكيد على أنهم لا يتصفون بالعنصرية على الرغم من الطريقة التي ينظرون بها إلى الملونين، ولذا شعرت بأن التعريف بحاجة إلى أن يعكس قضايا أوسع نطاقا بشأن العنصرية في المجتمع. بهذا الخبر مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وزير الإعلام في إريتريا يؤكد بأن التزام الصيادين يؤدي إلى تناقص دخلهم من الصيد. السودان يرحب بتسليم علي كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، وقاموس مريم مبستر الأمريكي الشهير يعيد تعريف العنصرية. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة أرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم سيداتي سادتي إلى النافذة، وهذه المرة نفتحها على نافذة تاريخية. يسرنا سادتي أن نتحدث اليوم عن الشيخ مفتي إريتريا الأول، الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر، الذي وافته المنية في مثل هذا الشهر من عام 1969 في العاصمة أسمرة. بعد ذلك سادتي سنقدم لكم القصيدة التي رثاه بها الشاعر الراحل عبد القادر إبراهيم عندما توفي المفتي الأسبق إبراهيم المختار، ثم نقدم بعد ذلك أيضا وحسب ما يسمح به الوقت بطاقة شهيد، وهي قصيدة أيضا تتناول ذكرى الشهداء وأماناتهم وعهدهم. وبما أننا سيداتي سادتي في شهر يونيو، شهر الشهداء كما تحتفل به الأمة الإريترية، ارتأينا سادتي أن نقلب وإياكم هذه الصفحات من تاريخ شهدائنا الأبرار. مرحبا بكم مرة أخرى في إرنا الدولية من باريس. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ولد سماحة الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر في شهر جماد الثانية من عام 1327 للهجرة النبوية الشريفة الموافق لعام 1909 ميلادية. ولد في قرية تطل على البحر الأحمر في شرق إريتريا على بعد حوالي 30 كيلومتر من مرسى إرافلي، حيث كان يعمل والده واعظا ومعلما لأهل تلك الناحية. والده هو العلامة الفقيه الشيخ أحمد عمر، الذي تلقى العلم على يد علماء بلاده، ثم توجه إلى الحجاز وأتم طلبه للعلم، ثم عاد إلى أرض الوطن معلما ومرشدا، وكان من العلماء المشهود لهم بالزهد والورع، وقد دعي لتولي منصب القضاء مرتين فرفض. في هذا الجو العلمي تربى سماحة الشيخ المختار رحمه الله، وقرأ القرآن على يد والده وختمه، وأخذ عليه مبادئ العلوم الشرعية كالفقه وعلوم اللغة والأدب وغيرها. ولما بلغ العاشرة تقريبا انتقلت والدته الكريمة إلى بارئها تاركة 7 من الأبناء، كان هو ثاني أكبرهم، فقام برعايتهم مع والده المرحوم الشيخ أحمد عمر. كان له منذ صباه ميل شديد للعلم ونفس تواقة للسفر في طلب العلم، حتى أنه تمثل في وصف حاله ببيت شعر ذكره في مؤلفه: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. ولكن أي موت والدته وكبر سن والده حالا دون سفره في طلب العلم، فبقي بجوار أبيه وقام برعايته أتم رعاية، فنال رضاه وصالح دعاءه حتى لبى والده نداء الحق في 25 من صفر 1334 هجرية الموافق 1924 للميلاد. بعد وفاة والده بوقت قصير غادر موطنه في 21 من ديسمبر عام 1924، واتجه نحو السودان برا. أقام في مدينة كسلة فترة، ثم اتجه إلى أم درمان في 6 مارس عام 1925. وفور وصوله انتسب بمعهد أم درمان العلمي بعد أن تكفل أحد التجار بنفقته ونفقة زميله. بعد انتسابه في المعهد
بدأ الالتزام في الدروس، ولم يكتفي بدروس المعهد فقط، وإنما اجتهد في تحصيل العلم خارج المعهد، خاصة على يد الشيخ القوصي الحنفي. قضى في المعهد حوالي سنتين، ولكن قلبه ظل متعلقا بالسفر إلى مصر بلد الأزهر الشريف، فغادر السودان متجها إلى القاهرة. وصل القاهرة في 26 من محرم 1345 هجرية، وانتسب بالأزهر الشريف في 28 من صفر من نفس العام، بعد نجاحه في امتحان القبول في عهد شيخه الإمام الأكبر الشيخ محمد أبي الفضل الجيزاوي رحمه الله. فور انتسابه بادر إلى طلب العلم بهمة عالية وعزيمة قوية ورغبة جامحة، وتلقى دروسه في أماكن عدة ذكرها بتفصيل في مؤلفه. أصيب الشيخ بمرض خطير أثناء دراسته، فدخل المستشفى الإيطالي بالعباسية، مكث فيه 3 أشهر دون تحسن، فسافر إلى موطنه بحرا من السويس إلى مصوع. في 19 من يوليو 1930 عولج هناك بطب أهل البادية، فمن الله عليه بالشفاء، فعاد إلى القاهرة في 12 من ديسمبر 1931. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. بعد عودته إلى القاهرة، واصل الشيخ المختار طلبه للعلم فورا، حتى أتم تعليمه بنيل الشهادة العالمية للغرباء في 17 من أغسطس 1932 في عهد الشيخ الأزهر الإمام الأكبر الشيخ محمد أحمد الظواهري. بعد حصوله على الشهادة العالمية للغرباء، بدأ يستعد استعدادا حثيثا للدخول في الامتحان النهائي، وفي خلال هذه المدة سعى لتحصيل العلم على عدة مشايخ، وتردد كثيرا على المكتبات باحثا ودارسا. ومن هذه المكتبات كما ذكر في كتبه دار الكتب المصرية، مكتبة التيمورية، مكتبة السيد عمر مكرم، مكتبة قولا، ومكتبة الشنقيطي، ومكتبة أحمد زكي ومصطفى كامل باشا، ومكتبة الأزهر، ومكتبة الرواق الأتراك والمغاربة. وقد تمكن من خلال تردده على هذه المكتبات أن يطلع على مخطوطات نادرة وموسوعات فريدة. وانتسب في هذه الفترة أيضا في المدرسة الإيطالية ببولاق، فتعلم اللغة الإيطالية، ثم في مدرسة تحسين الخطوط الملكية. بعد أن أتم واستكمل استعداده، اشترك في الامتحان النهائي وحصل على الشهادة العالمية النهائية في 10 من أغسطس 1937 في عهد شيخ الأزهر الإمام الأكبر محمد مصطفى المراغي. بعد حصوله على الشهادة العالمية، دخل في تخصص الفقه والأصول، ومكث فيه حوالي 3 سنوات حتى أتمه على أكمل وجه، وكان يجمع في هذه الفترة بين التخصص والعمل في مناحي شتى. وباهتمامه التخصصي انتهت صلته بالأزهر الشريف. هذه إذاعة إرينا. لازلتم سيداتي سادتي مع حلقة في برنامج نافذة، وفي هذه النافذة سادتي نتحدث عن سماحة الشيخ مفتي إرتريا الأول الشيخ إبراهيم المختار في ذكرى وفاته التي صادفت في مثل هذا الشهر من عام 1969 في العاصمة أسمرة. الشيخ الفاضل المرحوم ذكر في مؤلفه بأنه تلقى العلم منذ بداية رحلته العلمية على 93 شيخا، وفيما يلي ذكر بعض المشاهير عنهم: العالم الشهير الإمام محمد بخيت المطيعي، الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي، إمام أهل السنة الشيخ محمود خطاب السبكي، العلامة الفقيه الشيخ محمد زاهد الكوثري أجاز له جميع مروياته، العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن محمد البنا أجاز له جميع مروياته، المتحدث العلامة محمد حبيب الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي أجاز له جميع مروياته، والعلامة الشيخ عبد الرحمن عليش الذي أجاز له جميع مروياته، وسماحة الشيخ مصطفى صبري
شيخ الإسلام والإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت. عمل مفتي الديار الإريترية الأول مدرسا في التدريس الأهلي الحر على فترات متقطعة قبل تخرجه وبعده، كما عمل في المحاماة الشرعية وتدرب عليها واطلع على نظمها ولوائحها فاكتسب خبرة كبيرة. عمل مصححا في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وفي غيرها من المكتبات الصغيرة، قام بالتحقيق والتأليف والتعليق على الكتب، ومنها الكتب الآتية التي طبعت كلها في مصر: وصية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، كذلك منظومة في آداب العلم والتفقه، متن تنقيح الأصول في علم الأصول، وأيضا راجع وشرح أكثر من 39 مسألة التي لا يعذر فيها للعلامة بهران ابن عبد الله، وكذلك ألف عدة رسائل منها رسالة في الفقه بعنوان هدية المستفيد في حكم صلاة الجمعة مع العيد، طبعت في مطبعة دار التأليف عام 1961. كانت له عدة مقالات في أكثر من مجلة، منها مجلة الإسلام لصاحبها أمين عبد الرحمن، صحيفة القلم الصريح لصاحبها عبد الفتاح الرفاعي، وقد جمع بعض الاستعمار بينه وبين صاحب صحيفة القلم الصريح، وقد جمع أعيد هذه الفقرة، وقد جمع بغض الاستعمار بينه وبين صاحب القلم الصريح التي كانت تشن حملة شعواء على الاستعمار الإيطالي، فكان سماحة المفتي يحرر ويصحح ويمد هذه الصحيفة بمعلومات وينشر كل ذلك باسم مستعار، ولقد صدرت الصحيفة عدة مرات وأخيرا منعت عن الإصدار نتيجة لشكاوى الحكومة الإيطالية المتكررة. وفيما يتعلق بمرضه وعودته بصفة نهائية إلى إريتريا نتيجة لحياة حافلة بالاجتهاد والدراسة والبحث العلمي مع ما كان يعانيه سماحته من متاعب صحية سابقة، فإن المرض عاوده حتى أجهد قوته وشل حركته، ومن جراء ذلك دخل المستشفى في 30 أكتوبر 1939 ووضع تحت الإشراف الطبي ومنع من الكتابة أو بذل أقل مجهود. أثناء وجوده بالمستشفى جاءه الخبر من السفارة الإيطالية بالقاهرة بتعيينه رئيسا للمحكمة الشرعية العليا بأسمرة بطلب من أعيان البلاد في إريتريا. تردد في قبول هذا التعيين نظرا لعدم رغبته في العودة إلى وطنه وهي تحت الاستعمار، ولكن بعد ضغوط متواصلة تعهد بقبول الوظيفة وهو في المستشفى، ثم توجه بعد أن تماثل للشفاء إلى السويس وتحرك منها إلى ميناء مصوع بحرا في 13 أبريل 1940، فارق مصر وكله ألم وحسرة بعد حياة دامت 15 عاما. وذكر في مؤلفه بأنه عندما عاد أو عندما أبحرت الباخرة كانت دموعه تنهمر بغزارة وقلبه يكاد ينقبض، وأنه كان يردد في طريقه قصيدة الوزير الأندلسي أحمد بن زيدون التي يقول في مطلعها: أضحى التنائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، وعبر عن أسفه لبعده عن الأزهر بأبيات منها بيت قال فيه: ليت لي عود بملثم بترابه وعمر في ساحته مختوم، ليت لي عود بلثم ترابه وعمر في ساحته مختوم. وفي العاشر من ربيع الأول 1359 هجرية الموافق 16 أبريل 1940 وصل أسمرة عاصمة إريتريا وبدأ مباشرة أعماله في الحال وتقلد عدة مناصب. نتوقف هنا سيداتي سادتي على أن نقرأ لكم القصيدة التي رثاه فيها الشاعر بعد وفاته. كونوا معنا سادتي، وهذه إذاعة إرنا ونافذة في التاريخ. هذه إذاعة إرنا. من للديار لها يا مفتي الدار، من للديار لها يا مفتي الدار،
وقد ودعتنا من غير إنذار، فكنت لنا ثوبا يزيننا، ومن ترى اليوم يكسي جسمنا العاري. من للديار لها يا مفتي الدار، وقد ودعتنا من غير إنذار، فكنت لنا ثوبا يزيننا، ومن ترى اليوم يكسي جسمنا العاري. وكنت لنا حصنا نلوذ به في كل ضائقة تأتي بأخطاري. قد كنت دوما لنا نورا يضيء لنا في ظلمة الليل أو في زحمة الساري. تركت فينا فراغا ليس يملؤه فرد من الناس، يا لهفي لمختاري. كم من نفوس بكت في يوم رحلتكم، وكم ضلوع كوتها حرقة النار، وكم عيون ترى، وكم عيون ترى في العين قد جمدت، وليتها ذرفت دمعا بمدرار. يبكون فيكم معان كنت تحملها من عزة النفس والإخلاص للباري. يبكون فيك شجاعا غير مكترث في الحق، لا يرتضي إلا بإظهاري. أين الكنوز التي قد كنت ترسلها إلى الجرائد حتى يهتدي القاري؟ أين المقالات في الأحكام ترشدنا؟ بل أين صوتك يشجينا بإبهاري؟ من للمنابر يشتو فوق منبرها؟ من للمساجد يرعاها بإكباري؟ مضى الفقيد يحامي عن عقيدته، مضى الفقيد يحامي عن عقيدته. كونوا حماة الهدى من بعد مختاري. ومن يصون كتاب الله من عبث، ومن يدافع عنه غير خواري؟ ومن يغار على دين الحنيفة، من يذود عن حوضها شهما بإصراري؟ فلا تكونوا ضعافا في إرادتكم، والله ينصركم في كل أطوار. الله نسأل أن يكرم وفادته، يدخله من فضله جنات أبرار. هذه إذاعة إرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وزير الإعلام في إريتريا يؤكد بأن التزام الصيادين يؤدي إلى تناقص دخلهم من الصيد. في تغريدة له في تويتر، قال وزير الإعلام يماني جبر مسقل بأن الصيادين في إقليم جنوب البحر الأحمر يلتزمون بسياسة التباعد الاجتماعي التي فرضها الوباء في تعاملهم التجاري، رغم أن الالتزام بهذه التعليمات يؤدي إلى نقص كمية السمك التي يتم اصطيادها، إضافة إلى تدني الدخل نتيجة لذلك. السودان يرحب بتسليم علي كشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. رحب الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام فيصل محمد صالح بقيام علي محمد عبد الرحمن المعروف باسم علي كشيب، أحد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، بتسليم نفسه للمحكمة في غرب أفريقيا. وكان علي كشيب السوداني الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من 2003 إلى 2008 قد سلم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى يوم الثلاثاء الماضي، حيث ظل هاربا لمدة 13 عاما متواصلة. قاموس ميريام ويبستر الأمريكي الشهير يعيد تعريف العنصرية.
ذكرت البي بي سي في خبر لها بأن قاموس مريام ويبستر الأمريكي الشهير والذي يعد من أكثر القواميس استخداماً قدم تحديث لتعريفه القديم لكلمة عنصرية بعد تلقي رسالة دعت إلى أن يتضمن التعريف الإشارة إلى الظلم المنتظم. وردت محررة على الطلب الذي قدمته خريجة جامعية عبر البريد الإلكتروني بالموافقة على تحديث تعريف المعجم للكلمة. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وأذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتي عثمان وزملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.